Hello, salam alaikum, shalom, salam, azul, ou tic tic tic, vous êtes magnifique, fantastique. You reader to look for your best at last, to look, to find, try to find, you reader trying to find out your identity instead of trying to destroy the Moroccan kingdom. You're running after me, following me step by step. You're always behind me, like my shadow in the dark and the night. You've been there to look for you best at last. You're there to try to find your identity instead of trying to destroy my Moroccan kingdom. Hey, it's too much hard, too much hard to make us falling down. We are more and more with our land. You ready to look for your best at last? It's not too late. Go back to Ottoman Empire or French colonialism. You have nothing to find in our country. You are just wasting your time at last. Look for your best and don't try to burn out the land. Moroccan kingdom is the root. Yes, my friend, is the root. You can get it out, whatever you do. You're ready to look for your past at last. It's not too late, not too late. You're just wasting your time, following me step by step. I'm already far away, without taking the jet plane. I'm all over the sky, without taking the jet plane. Faster than the wind you can ever be. You're just making noise and you are a noisy one. You will never succeed to make me rise in or giving up talking about you. Nothing to do, nothing to say. Get a little wood. I'm here and so much proud. You can't keep on criticizing me, 'cause you don't accept your reality. You want me to lie till I die, but I'll never let the truth fly. You can never make me cry, even if you get me from the highest sky. You've rather to look for your identity, try to find it out. Following me, it's just a waste of time.
tomorrow can kick down. Yeah, my friend, is the rule. المغرب هو الأصل والباقي تخنشيل ضيع وقتك معايا الحقني مستحيل باغي تحيدني من التاريخ وتماليك اليدين احنا مرضيين الوالدين ايه مرضيين الوالدين الحقيقة Your reader, il vaut mieux aller chercher ton passé, aller chercher ton identité, aller chercher ton histoire. Enfin, c'est pas trop tard. Chercher, au lieu d'essayer de détruire la monarchie marocaine, تقلب على l'identité ديالك وعلى التاريخ ديالك وكري لك واحد التاريخ واحد l'identité واحد الهوية ديالك بلا ما تحاول تشوه المغرب. أنا في الفيديوهات اللي درت السابقين كنت كنعرف أنني غادي نتعرض للسبان. من طرف المغاربه ومن طرف المغاربه المزورين لان كاين قراقير مزورين بلي كونط كيقولوا لي نتايا منهجوك وردوك دافع على اخ النوش دخلوا لي الاخ النوش ودخلوا لي لا وكثر كان عارف بلي تو المود نو با با اتر داكور افيكم وهذه هي الحياه ما يمكنش كلشي يكون متفق معايا انا لا ادافع على احد وما عنديش لو بوفوار انا باش ندافع على اخ النوش جي با اسي دو فورس بور ديفوند اخ النوش باسكو إنه حقيقة إنه با بزوان دو ديفونس ما محتاج لي يدافع عليه لأن إلا إيتي إلي ديموكراتيكمو أنا كنآمن بالديمقراطية وكنآمن باختيار الناخبين موا ما كرويونس سي أون لي زيليكتور جو ريسبكت لير شوا أنا جي با فوتي بور أخنوش ني بور بيرسون باسكو أنا بيرسونيلمون ما كنتيقش كاع في الأحزاب جو لير دون أوكين كريديبيليتي كنآمن بالناس اللي كيخدمو الوطن برجال الاعمال وبالمغاربه اللي كيبغيو بلادهم وكيدافعوا على بلادهم اما تقول لي هذا الحزب ولا هذا الحزب ولا ايديولوجي بوغ موا ليديولوجي سا نو فو ريان دير قلت لك من ديبار باش تلقى لوكازيون باش تسبني تقول لي انت اخنوش ما اخنوش تي سيكو اجوردي راهم كيصوبوا دي فيديو وكيجيبوا عيالات كيبكيو وكيجيبوا رجال كيبكيو بالدمعه وكيقول لهم راه اخنوش راه جوعنا ولا درنا ولي فيديو كيدوروا في الجيري دابا وهذوك لي فيديو باينين مصطنعين حنا راه شوف هذاك لو كومباس هذاك الدحادي حنا ما عندنا ما نديرو به فهمتيني الفقر كاين في العالم كامل راه ما تلقاش نوريك دابا دي فوتو جاوني اليوم الصباح والله القسم اللي جاوني الصباح دي فرونسي السيد اللي صورهم حشم يصورهم وجاهم صورهم اللور كيقلبوا في الطارو ديال الزبل حاشاكم دي فرونسي ماشي دي الجيريان ولا دي ماروكان ولا دي غوسورتيسون ولا دي زيميغري ولا حراقه كيقلبوا في الطارو ما ياكلوا كياخذوا كياكلوا كيديروا فيهم ياكلوا كيديروا ديورهم ماشي دي اس دي اف دي فرونسي اللي تغلبوا بالزمان دي فرونسي الفقر ماشي عيب كاين بارتو ولكن باش تمسرحوه تردوه مسرحيه وتردوه تمثيليه وتشوهوه وتسوقوه في العالم على انه السبب ديالو هو بن كيران ولا العثماني ولا اليوسفي ولا اخ النوش لا الفقر عنده اسباب اخرى خارجه على هذا الاطار فهمتي والفقر كاين في العالم كامل كاين في امريكا كاين في دبي كاين في السعوديه كاين في قطر راه كتشوفوا غير الواجهه النقيه كاين في روسيا الدول الشرقيه كلها فقيره كلها كانت في البؤس والمجاعه حتى طاح لو مير دو برلين كلهم هاجروا شوف الرومانيين اللي دايرين القياطن اجي تقول لي انت يا ما اخ فو بونسي كو تبيات مرات تقدر اخنوش محتاجني انا ولا محتاج اي صحافي ولا اي واحد يدافع عليه هذه خطا كبير انا غير اللي بغيت نفيق المغاربه هما راه فايقين انا عارفهم فايقين تلاقيت مع بزاف ديال الناس اليوم خرجت قهوي تلاقيت مع الناس كيقول لك اودي الهضره اللي كتقولها راه حنا عارفينها ولكن كاين عدد كبير ما كيشوفش المحتوى ديالك كيشوفك انت كيبغي يقلب عليك انت شنو باغي انا راه ما باغي والو اللي باغيه راه عندي لا ما تصدع راسك معايا انايا غير تو فاتيكي بو غيان فهمتيني تقول لي كنت نحتارمك مي مشيتي هكذا لا سمح لي انا علاش قلت لك انا بلدي الثاني هو اسرائيل على انا كنكره فلسطينيين ما كنكرههمش بالعكس كنحترمو عندي صحابي فلسطينيين عندي لي غرون دافير ديال الدار البيضاء فلسطيني صحابي متفقين معايا على انهم باغيين يتعايشوا مع اسرائيل فلسطينيين اللي باغيين الحياه اللي باغيين لاترومان نهار اللي تخلق ادم ما كانش نمشي ديانه معينه
C'était un être humain, c'est tout. Il n'y avait aucune religion. Mais بعد بدات كات لي ريليجيون كيبانو والديانات كل واحد عنده ديانه لكم دينكم ولي ديني نجي انا نجتهد في الدوم انا ما نجتهدش كان لو بوفوار جي با لو دغوا باش نحرم ولا باش نقول لك دير تي با اوبليجي انا ماشي مفتي ولا شي كونسيي باش تتبعني انا كنعطيك غير رايي وتي لو دغوا باش تعاكس الراي ديالي وما يعجبكش ولكن تي با لو دغوا باش تسبني ما عندكش الحق باش تسبني اش درت لك انا باش تسبني سي مثلا سيبوزون ان سيدي انا جو سواجي اخنوش الو كو جي با شوازي انت شوازي اللي عجبك انت اختار اللي عجبك فهمتي وانا جي با شوازي اخنوش انا جي جيست اكسبليكي كو لالجيري ولي زالجيريان ما عارفين هاد القضيه لالجيري كتضربنا بشعبنا بولادنا الا مشيتي رجعتي للماضي رجعتي للماضي القريب غير من 62 لهنا البصري الجيريا بن بركه الجيريا اليوسفي الجيريان والمعارضه كامله كتبع اليوسفي الجيريان اللي كانوا مع مبركه كلهم الجيريان اللي بغاو بليتو ماروكان هذاك كنقول لك بليتو الجيريان غي سون توس ماروكان هادو اللي قلتهم لك البصري اليوسفي بنبركه اوفقير كاع اللي بغاو يديروا انقلابات كلهم دي ماروكان الجزائر ما تقدرش تواجه المغرب فاس فاس راه دخلوا الجزائريين وسبوني باسكو صاف لا فيغيتي كاع المواجهات اللي دارتهم مع المغرب انهزمت فيهم سول سير سول على راسك متسولنيش انا حتى انا كنجيب غير معلومات مع الناس انا كناخذ شاهد اثبات ما كناخذش مكتوبه كنتلاقى مع العسكر مع الجنود وكنسول جي سوي كيغيو ونعيط في التليفون كاع المواجهات اللي داروا هما مشاو منا ضحايا هناك شهداء والغدر غدرونا شحال من مره بير انزاران ام قال واحد ام قال زوج الزاق المحبس بزاف الامور اللي غدرونا ولكن المغرب ديما كيخرج متفوق اليوم المغرب باش محافظ على الامن ديالو على الاقاليم الجنوبيه الزاهريه في التيك تيك الاطلنطيك لان عنده قوه الدفاع ما محتاجنيش انا ولا محتاج اخ النوش سمعتيني الجزائر ما تدخلش معاك مواجهه مباشره كتخدمك انت والاخر الجزائر ضربني بكون سبقني وشكا الجزائر هي اللي كتستعمل لي ريزو سوسيو باش تحارب المغرب ومن خارطه وسط المغرب وداخله وسط المغاربه ودار اسامي مغاربه وكيديروا كوبي كولي الهاشتاغ ديال ارحال القجع ما حكمت لهمش لدابا كيحاربوا القجع وداروا اخنوش علاش ما بيهمش هما اخنوش يرحل لا عارفين كو اخنوش يجي واحد اخر حتى هو ملكي اي واحد غيدوز للبرلمان غيكون ملكي ما نهضروش عليها كيامن بالدستور كيامن بدوله الدستور الملكيه الدستوريه ولكن باغيين ينوضوا الفتنه ما بين المغاربه هذا مع اخنوش ضد اخنوش هذا هو اللي كيقلبوا عليه باغيين اترافير اخنوش يصارعوا المغاربه فيما بينهم ولي سون تري اكتيف وكيتهموا المغرب على انه كيضرب المعنويات ديال العسكر وديال الجزائريين بلي ريزو سوسيو وهذيك راه كيتخباو بحال قضيه حكرونا هجموا علينا وضربوا في الصحراء وقتلوا في حاسي البيضاء وخرجوا قالوا حكرونا باش يشدوا المؤازره والمسانده اليوم كيحاربونا في لي ريزو سوسيو باسامي مغاربه وكيقول لك المغرب كيحاربنا يهاجمنا راه هما اللي كيهاجمونا ولي هاشتاغ ديالهم شحال من مغربي كيدخل كيقول لي انا هاد الهاشتاغ راه ديالي ان فغي كونت نقول لهم بعد وبزعطه كاع تكون بغي شغل على انا ضدك دير انت ارحل اخنوش ولا ارحل تا استغفر الله غفور حتى انا تقول لي انا يا هذا كونت تدخل عندي وتقول لي انا يا هذا انا كنقول ارحل تا شوف هذاك السيد كيما داز اليوسفي كيما داز بن كيران كيما داز العثماني كيما دازو بزاف استقلاليين عدد كبير اللي دازو هذا كبير دازو سيرتو مؤخرا ولا المواطن واعي كي راه 2 مليون دو فوا خداو مليونين من الاصوات ما كاينش انايا عندي فيسبوك نوض نبقى نسب ونعاير انا شكون انا كنهضروا حنا بغينا المغاربه يكونوا عايقين راه لي ريزو راهم مختارقين وجبد لي شكون هو الاول يدير هاشتاغ يلاه جبد لي شكون الاول مول هاشتاغ يلاه جبده ليا الاول مول هذا الهاشتاغ لا ديال لا ديال القجع والذي راه داز واحد الوقت الحموشي ولكن ما لقاوهاش وكيخدموا بعض الصحف ديالنا وانا كنشوف دابا كيجوني فيديوهات في الواتساب مرا كتبكي ما لقيتش باش نشري الزيت ما لقيتش هذاك الشيء راه عقنا به هذاك الشيء من قديم كاين الفقر من بكري كاين الناس اللي ما لقاش باش تشري الزيت الفقر كاين في المغرب منذ زمان ماشي غير وقت اخنوش ولا وقت يوسفي ولا منذ زمان كون هناك واحد الطبقه هشه وفقيرة واللي خصنا حنا المغاربة نتأزرو نتعاونو باش نحيدو الفقر والحكومة تبع البرنامج ديالنا ودير تعطيه أنا جافي بروبوزي أن
الحكومه الحاليه على العقل مين زاد، لان راه الغاز والمازوت وليسونس راه تزاد في الميريكان ويكون خافض ثمن البرميل، ولكن بقى نفس الثمن. هما فاهمين لي زاميريكان، فاهمين ان الدولار طلع، وفاهمين ان البري ديال الرافيناج وديال باش كيصفيو داك البترول ما رجعش للبري اللي كان فيه الاول. بحال اخنوش غادي يجي على الدين والمصباح السحري وغادي يبقى يحكم داك المصباح، عطي لهذا عطي لهذا زيد لهذا دور لهذا سته هذا دير فهمتي. هذه مضايقه ديال الحكومه، هما يعلمون جيدا ايصاف تري تري بيان كو اخنوش لو جروب ديال اخنوش اللي بيان اونتوري عندو ليكسبيريونس، سي ان بيزنس مان، سي ان ملياردير، سي ان يفال غالي بليس، يبغيو يربحو كتر، وباش يربحو كتر خص كل وكل غادي يوكلو معاهم الناس يفون كريي دي زومبلوا. ايزون دخل واحد خينا قال لك يهودي وكيعرف اسرار ديالو كلشي، نعرف كلشي داكشي اللي كيدير فيه بيزنس، سي دي بيزنس، سي دي بيزنس سي سون بي. ما عندهمش غرض اخنوش، عندهم غرض بيا انا وانت، انا وياك نتخاصمو على اخنوش، ما عندهمش غرض اخنوش يبقى ولا يحيد. بالنسبه ليهم المملكه هو لوبجيكتيف، وباش يوصلوا للمملكه النزعه ينوضوا فتنه ما بين المغاربه. راه الاشرطه اللي كتصوب الجزائر، الاشرطه الله تسلط ليهم الا تقول المغرب صافي راه مات ما بقاش، والله العلي غادي تشوف ديك لي دوكيمونتير اللي كيديروا على المغرب كتحسنا حنا ميتين بالشر. كاع دوك اللقطات اللي كيزرطهم لي بتي ريزو لي بتي فيديو ديال هذا يشكي هذا ما عندوش هذا كذا، دوك الوقفات الاحتجاجيه صوبوا لهم مونتاج وبدلوا لهم الاوديو وقادوهم، تقول راه كاينه لا فان دي موند او ماروك، لا فان دي موند. ايوا كاس كون بونس دو سا؟ ها جينا تسبني وتعيرني، انا شات انا عبد بحالك بحالك، عبد الله موقع لله ولرسوله ومواطن مغربي وفي لوطنه ولملكه وللشعب المغربي، عندي لا نقل جمال. اخنوش ما كيعطينيش، واش كنقول نزيد قضيه اخرى، حتى الملك ما كيعطيني والو، ولكن انا كنبغي الملك لان انا ملكي. حتى واحد ما كيعطيني، راه كيعطيك دراعك الله اللي كيعطي ودراعك، ولا لا فورتيه لا نقبتيه. على انت ما كظن الملك راه كيفرق في يعطي ما عندي، انا ما باغي والو. تقول لي لا حيت انت عندك تقاعد وعندك فلوس وعندك كذا، ما عندي لا فلوس لا والو اخويا، بحالي بحالك، انا عادي عيش عادي بحالي بحالك، طوموبيله بحالك، سكنه بحالك، كلشي بحالك، تقريبا بحال جميع المغاربه. ما تبقاش تمرض راسك بيا فهمتي. الغلاء المعيشه كاين في العالم كامل، والمغرب اكسبسيوني، ان المغرب كون فكروا انديمنيزيو المغاربه اللي خدامين سالير ضعيف يعطيهم تعويض على انديمنيتي دو ترونسبور مثلا، يعاونوهم في المازوت وليسونس، ولا يعاونوهم في المواد الغذائيه، انديمنيتي دو باني، يبدلوا لي سالير شويه، يلعبوا في لي سالير ويغامروا، يغامروا. علاش كنقول انا الاخ نوش ما نقوليش ارحل، نقول لي القى لنا الحل، القى الحل، انت راك مسؤول، راه معول عليك انت رئيس الحكومه، القى الحل، عوض الناس اللي تزاد عليهم، جاهم البترول، جاهم المازوت والغاز غالي، المازوت وليسونس غالي، عوضهم شويه، عطيهم الانديميتي دو ترونسبور ولا فهمتي، ولا عطيهم لي بون ديسونس، وهذوك الناس اللي ما قدروش المعيشه وجاتهم غاليه عطيهم واحد لو بون داليمونطاسيون، زيدوا واحد ديك الزياده اللي تزادت زيدها ليه السالير، هذا هو الحل، وقلب عليها ولا دبر راسك كيفاش ديرها، ايكيليبري لي سالير ديال عباد الله، ايكيليبري لي سميك. ولكن هذه ارحال وهذه ديال الاخر، راه سي با ماروكا، سي با زين مارك ماروكي، ماشي ابتكار المغاربه، فهمتي. المغاربه صبارين، كيقنيو ليه يقنيو ليه يقنيو ليه حتى ينوضوا ليه ضربه واحده، اما هذه ارحال، هذه اللي تفرقت المغاربه، كيقلبوا. واحد قال لي وانت قلتي الجزائريه ماشي اذكياء، كيفاش غادي يبحثوا؟ لا راه باش يعرفوا اخنوش راه ساهله، كيعرفوا ان باه كان يبيع ويشري في المحروقات، كوميرسون، انه ورث الحرفه من عنده، انه سبيسياليتي في الكوميرس ديال المحروقات، وانه دخل السياسه ودار عده افير، و لو بلو هو لو بليز اوفرون ديال لي زومبلوا في المغرب، الى اوفرون دومبلوا حتى في لازي وحتى في افريقيا. وبالنسبه ليهم عنده دو تري بون ريلاسيون انترناسيونال اخنوش او نيفو دي زونتربريز، فهمتي. بالنسبه ليهم سي ان دونجي، باسكو ماداش عايشين، عايشين بالغاز والبترول، و اخنوش في هاد الدومين سي ان دونجي بوغ او، دغيا يلقى المارشي، دغيا يلقى لي بري لي خدامين، دغيا يدخل المغرب الغاز ما وقفش عندو، ليسونس ما وقفش عندو، المازوت ما وقفش عندو، شكون كاين في المحروقات؟ كاين اخنوش. لو كان اخنوش دابا ابوندوني كلشي، ابوندوني هاد الكوميرس كامل، يلوحو كاع يعطيه شي شركه اخرى، ولا يبيعو شي شركه اجنبيه، كيفاش غادي نوليو؟
heureusement que vous avez un Marocain هو اللي شاد المحروقات هو اللي شاد لي ستاسيون داكشي وما كان انا ما كنحسد ما والو نهضر براسي وما عنديش شغل وانا ما كنباغيش نهضر على اخنوش كاع نهضر على المغرب كنقول لك اترافير اخنوش دازو المغاربه والمغاربه مضاربين بيناتهم هذا اخنوش فلسطين كنت مضاربين على فلسطين انا مع بني مسكين ماشي مع فلسطين هذو ولا مضاربين عليها ردوا فلسطين ركن من اركان الاسلام ودابا زادوا عليها اخنوش يرحل ركن من اركان الحريه حنا احرار في هذه البلاد انت عندك الحق تفكر كيف بغيتي وانا عندي الحق نفكر انا ما نسبك ما نطيح لك كنقول لك الراي ديالك يحترم انا الراي ديالي ما قلتلكش طبقو انا دابا انا كنت جبت طاق دغيا راه كاين ناس اذكياء كثار في المغرب راه ما كاينش اغبياء في المغرب فهمتي ما نمشيش انا نشوه راسي نهضر على شي حاجه كي ني با فازاب اللي ما تتعاملش ما كاينش كيفاش En fait, on doit trouver une solution. On doit faire pression sur Akhnouch. Je vous disais, le حل باش نعاونوا الناس اللي صعبت عليهم العيشه. اما تجي ارحل ارحل وتقول له لاباس عليه اخطبوط هذاك الاوصاف كامل كتعطيهم تي نو فاغيان كاني سي ان ملياردير. الجزائريين دايرين عليه اشرطه كثيره كيقول لك وزير الاول من المليارديرات ومن القصر وصحاب وكذا وزادوا المسؤوليه وزادوا بزاف ديالنا شي وحدين عندنا دي يوتيوبر. بالخصوص واحد خينا راه عيق كاع دخل لك وسط القصر ودخل لك وسط راه كيعطي المواد الدسمه للجزائر الجزائر لا تستطيع مواجهه المغرب وجها لوجه استغلت المعارضين للمغاربه واستحتضنتهم وسلحتهم وزفتهم يديروا انقلاب في المغرب يا مات عيد العرش يا مات بنوناو واستغلت المعارضين السياسيين وداتهم وسلحتهم كذلك وبغاتهم يديروا انقلاب واستغلت مواطنين المغاربه ودرت بهم دوله درت بهم دوله على الوالي وعبد العزيز المراكشي هادو مغاربه درت بهم دوله ويعارضوا بلادهم حنا ما باغينش بحقهم حنا منه بحقهم حنا منه حنا ماشي مغاربه ماشي من القصر يحيد المملكه عاد نوليو حنا مغاربه تولي المغرب جمهوريه عاد نوليو حنا مغاربه واثرتهم الجزائر ودجنتهم وفورماتهم فورماتات لهم ولادهم 45 عام هو ديال الفورماتاج ديال ولاد الصحراوه فورماتاو على كراهيه المغرب وكراهيه المملكه كونت اون بارل افيك ان ريزونمون بعقل الجزائر مع مرات واجهت فاس فاس مع المغرب وخرجت رابحه كيقول لك الا كنتو قويين نرجعوا الصحراء الشرقيه المغرب احترم المواثيق الدوليه والمعاهدات الدوليه الجزائر اللي ما احترمتهمش المغرب احترم ترسيم الحدود واحترم ولكن الشعب اليوم كيشوف الجزائر بالسلت ولا كيطالب باسترجاع الصحراء الشرقيه وشاك شوز اون سونتو كل حاجه بوقتها فهمتيني كل حاجه بوقتها المغرب احترم معاهده افران احترم اعاده مراكش معاهده كاع المعاهد ديال وجده كاع اللقاءات والمعاهدات اللي دارهم الحسن الثاني الله يرحمه مع الجزائر احترمهم الا الجزائر ما كتحترمش الجزائر تبحث دائما على اسقاط المملكه واسقاط الملك والمغاربه لا هي مع اخنوش اخنوش ني كامويا بوغ بيرتيبي لا سوسيتي ماروكين ولكن ملي حنا كنهضروا بحال من هكذا بنادم كيقول لك هذا راه مشى مع اخنوش انا ما غاديش مع اخنوش اش بيني وبين اخنوش بعدا اش بيني وبينو وشنو غنزيد فيه واصلا انا اللي قلت لك انا مع فلسطين هي نشوف فلسطين اش غنزيد انا في فلسطين نولي انا بحال قراقيرو داليما او مدلومه انا مع فلسطين اش غنعطي لفلسطين البعابع اش نعطيها حنا كنعطيو الصندوق ديال القدس راه كنميزيو في لابونك راه في البلاصه ديما كيقول لك كتقول خذ تمشي لكاع في المونسيتي في مارجان كتحط تعاون كتحط شحال كيقول لك لا ما عرفتش شنو كاين كيقول اسيدي كاين القدس نعاونو القدس ترمينيس ديال المسلمين كنعطيو كنعاونو فلسطين ما كنعاونو كل ماشي بالهضره اما باش قلت لك انا بلدي الثاني راه هي اسرائيل تم تبقيت كتسبني انايا على انا مشيت لاسرائيل ولكن كنشوف انا اسرائيل راه اسرائيل راه فيها يهود مغاربه ومتعطشين يرجعوا للمغرب دوله قويه في المنطقه يعاونوها بجميع الامكانيات انت كتقول لي راه جا اخنوش راه دار لا ميزير في البلاد اذا انت ما عارفش الكونجونكتور ما عارفش الظرفيه اللي جا فيها اخنوش اول حاجه شحال من عام ديال الجفاف حنا راحنا مدوزينو دابا الجفاف ولي نيفو ديال ادريك لي نيفو ديال البراجات فين وصل الاولى
كورونا شحال دوزنا فيها ياك. وثاني حاجه حرب اوكرانيا، ووسط من هادو شنو بان؟ بان تهديد حقيقي ان المغرب خصو يكون فايق ويتسلح باحدث الاسلحه. بانت لي فاغنر، وبان حزب الله، وبانت ايران. هاد الموقيته هادي اللي جا فيها اخر نوش قبل منها بانوا هادو. المغرب واش خصو يدير؟ خصو يتسلح باحدث الاسلحه. علاش غادي يصدقوها ليه؟ اللهم كان عنده الدوفيز لا شراها. دابا بنادم كيقول لك المغرب اقتنى 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 65 اباش 75 كذا استغسق الوسط، هذاك الشيء كيصدقوه علينا كنخلصوه. لو كان ما كانتش الجزائر مضايقتنا، فلوس ديال اباش وحده راه تعيش به مدينه، فلوس ديال درون واحد يعيش به مدينه. راه الجزائر اللي فرضت علينا اننا يكون عندنا مصاريف استثنائيه، دي ديبونس اكسيبسيونيل اوبليغاتوار اي بيرمانونت اجباريه، باش نقولها بالعربيه دائمه مستمرة بيرمانونت بوغ تو ديفوندر. إذا الجيري كتهدك فاس ا فاس. شنقريحة كيدير لك لي مونوفر في بشار في تيندوف، وكيقول لك في عقر العدو، والشعب ديالهم كيقول لك كحل كحل المروكي، وكيدير استعراض وكيجبدوا المغرب، كيجبدوا المخزن. المغرب شنو يبقى يكتف في يديه؟ لأن هما كيفوحوا ماشي بالرجولة، كيفوحوا بالسلاح، وحنا نبقاو ما نشريوش السلاح. أسيدي أنا نجوع نشري ونعاون بلادي باش ندافع على أولادي. هناك مصاريف. الحسن الثاني كان كيخبي، فهمتي؟ الحسن الثاني وقت الحسن الثاني ما كناش كنسمعوا المغرب شنو شرا، ما كانوش مجلات كيدويو، كان والو، كنا فقراء من ناحيه التسلح، كان عندنا غير الرجال كيدافعوا كيضحيوا بانفسهم. راه الاف اللي ما تمش هذيك الصحراء اللي كتشوف فيها نتايا. شكون السبب؟ الجزائر. لو كان المغرب ما كانش عنده دابا المنافسه في التسلح وكنا هاني مع هذا المرض، هذا من حشرنا الله، كون ماشي حنا واصلين فين؟ الجدار بشحال طالع؟ سول على الجدار الامني شحال طالع؟ الملايير باش طالع داك الجدار اللي كتشوف فيه، فهمتي؟ هذاك الجدار اللي كتقول لي ما تقوليش اسرائيل، اسرائيل ساهمت ب 700 كيلومتر، 700 كيلومتر اللي بلي فري وبلي تكنيسيان ديال اسرائيل اللي بناتها اسرائيل، وسير قلب. واسرائيل مقترحه باش توصل تعاونوا وصلوا للمير حتى للسعيديه. واسرائيل على دوتي لو ماروك de toute la technologie de défense. فهمتي؟ ولي زاباش اللي عطاتها ولي اللي شراو ولي لاكور ما بحال كتقول اسرائيل تقول الامريكان. سمعتي؟ اسرائيل ملي جات تصاوب معاك لي درون كاميكاز اللي كيهزوا 20 كيلو ديال التي ان تي ولا ديال المتفجرات، راه ما دارتها حتى مع دوله. واحد يقول لك لا حق اليهود عندهم واحد الخطه، وجبد لي شي ايات ما شافت خربيقه ديالو ما عرفتش شي احاديث، عندهم برنامج باش يديو المغرب. حتىش يدو المغرب، راه كانوا هنا مغاربه هذوك. المغرب راه ما فيهش غير اليهود، راه فيه جميع الديانات، هانيه عندنا، هنا بغاو يعيشوا وسط منا ديك بليزير. هاد البلاد راه تهز ماشي 40 مليون، تهز 200 مليون، يكون غير المعقول. ولكن هما باغيين، هما عندهم اسرائيل، هما كيحافظوا عليها. المغرب ينتميو ليه مغاربه، الكنيسات فيه المغاربه، ها، والكونغري امريكا فيه المغاربه، ولي لورد اونجلي فيه المغاربه، وفيه المغاربه، والشونزيليزي لاسومبلي بوبيلار ناسيونال. انت دابا كيبان لك انت كتقول لي دابا حنا جبنا اليهود وجبنا رئيس اركان، ايوا كيفا جاو انت كي جاو عندهم ايرانيين؟ كيفا جاتك؟ مين جاو الايرانيين وجا رئيس وزير الدفاع ديال ايران جا للجزائر؟ كي جاتك انتيا؟ ومين جاو لي فاغنر للجزائر؟ انت كي جاتك؟ لي مارسونير جابتهم الجزائر لهذوك الشيوعيين قتاله كيسلخوا بنادم ياكلوه ماكله ما عندهم حتى ديانه. والمغرب من يتعاون عسكريا، ها هو دابا جاي وزير الشؤون العامه شرجه المغرب للتعاون مينيس دو لا كوبيراسيون، قال لك باش نعمقوا التعاون. قولوا لي علاش جيتي؟ هذا الشيء كنقول لك انا، كنقول لك انا يا بلدي الثاني هي اسرائيل. صافي با دير راني كنكره الفلسطينيين وانا باغي اسرائيل تطحن الفلسطينيين، با ديتو. الملك من دخل فتح المعبر حتى واحد ما دارها باش الفلسطينيين يدوزوا للضفه الغربيه ويدوزوا للاردن، ها ملك الاردن هو دارهاش، دارها مولك سيدي محمد الله ينصرو. الحسن الثاني شحال دار فلسطين ديال الخير، ولقى ياسر عرفات مع عبد العزيز ومراكش،
ومؤخرا عباس تطلب اعتذار اللي صيدوه برك وحده بالطوش يوم احتفال بعيد استعمار العسكر للجزائر 5 جويلية. بنادم يكون شويه، يكون الا كنتي تبغي بلادك ما تبغيش بلاد اخرى اكثر من بلادك. تراك ماشي فلسطيني، الفلسطيني كيقول لك راه انا اللي فلسطيني، تراك مغربي وكنحترموك، تي ماروكان اون تو ريسبكت، وعارفينك تبغينا، ولكن ساكريفي با طون بيي بوغ ان بيي اللي هو باغي. انت واش سولتي شحال فلسطيني باغي يتعايش مع اليهود؟ عندك ان سونداج، الفو شيرشي، حاول تبحث، ما تمشيش بالعاطفه. هناك عدد كبير باغي التعايش مع اسرائيل وباغي ياكل ويشرب مع اسرائيل. الضفه الغربيه كامله على هذوك ما عندهمش الحق، الصوت ديالهم ما يدوش. نهار اللي فتحوا ليهم هاد اسرائيل نقول لك كتقتلهم، لا اللي فتح لهم معبر باش يدخلوا يخدموا. شحال من الف كان كتدخل بالنهار تخدم في اسرائيل؟ شكون كيأدي الضرائب ديال فلسطين؟ شكون اللي دار لهم الفاكسان؟ شكون دار لهم التطبيب؟ شكون اللي مصوبهم؟ الفلسطيني كيقول لك انا عايش مع الاسرائيليين مزيان. انت هنا في المغرب ربما مكرفص على الفلسطيني، عمرك شفتي شي فلسطيني كيسعى ولا متشرد ولا لابس شي حاجه؟ كيلبس لك غير ماركه الفلسطيني. ولكن كاين واحد الجانب اللي هي في غزه اللي عنده راي واحد اخر، اللي باغي الجهاد وباغي كذا وباغي الجنه وباغي يقتل وباغي يدير، هناك فلسطين. والاخرين حتى هما خايفين على راسهم وكيديروا القبه ويديروا. حنا هذا الموضوع ما خصناش نهضروا عليه، هذا الموضوع ما خصناش نهضروا عليه. انا كنقول لك عندي اسرائيل، عندي المغرب قبل فلسطين، وعندي اسرائيل بلد ثاني، لان ماشي هو اللي ضرب لي 350 ألف. تصور صاحبي، تصور بنادم خلاق عندهم ولاحوه، مغربي خلاق عندهم، خلاق في الجزائر، خلاق في الجزائر، تخلق في الجزائر وطردوهم ديك الارض، وجي تقول لي انت اسرائيل. انا نقول لك واحد القضيه، اسرائيل هو بلدي التالي، لان كيحترم بلادي وما خانوش العهد. اسرائيل ما خانوش العهد. اليهود اللي تزادوا في المغرب كيرجعوا يبكيو بالدمعه. شتي شي جزائري رجع للمغرب ويبكي على دارو القديمه؟ وري لي شي واحد الكلب ديال بن بلال اللي هو من مراكش مغربي، قال لك مولاد ناصر ومش عارف واش سرقنا ولا مراكش، انا ما عنديش المعلومات الجيوغرافيه ديالها. عمركم سمعتوا يلغوك غات وبكى بعينيه؟ اول واحد اللي كان باغي الشيوعيه وباغي جمال عبد الناصر هو المغربي بن بلال، عنده شي حنين لبلاده. ياك خرج من الحبس وما كانش في الحبس، راه مسرحيه هذيك، مسرحيه هو وبخروبه كان عايش بخير وعلى خير، مسرحيه باش يتنصلوا جميع المؤهلات مع المغرب. وخرج وكيعيط للمغرب، ما يقدرش يقول للمغرب المملكه المغربيه، ما يقدرش يقولها. لو كان فعلا كان مغربي وعذبوه بمدينه وداروه في الحبس مده 15 عام مش عارف، ما يقول عمرك شتي شي جزائري تزاد في المغرب ورجع للمغرب وقلب على دارو القديمه وبكى وقال لك داري اليهود؟ شي كيرجعوا ديرهم يبكيو بالدموع، يموتوا على المغرب، يسون فيدال. ما تحيدهاليش من راسي هنايا. الجزائري اللي كان عايش عندنا هنايا سي لينمي نيميرو ان دي ماروك، ولي ماروكان ديال هنا اللي مشاو تماك وشدوا البوفوار لينمي نيميرو ان دي ماروك. ألوغ ما تقارنليش انا اسرائيل بالجزائر، تقول لي خوتنا في الاسلام، اش من الاسلام؟ راه دوله شيوعيه هذيك، راني فاغنر، حزب الله، روسيا. نهار اللي استقلت الجزائر راني مشات فرنسا، لي كازيرن كلهم عمرو بلوراساس. ألف مرة وأنا كنقول لكم الهضرة كتشوفها بعيني أنا. تقول لي أنت راه كنت كنحتارمك دابا شفتك دافع على، شنو دافع على أخنوش؟ أخنوش محتاج لي أنا؟ أخنوش راه كاع ما متسوق كاع وخادين مليار هاشتاغ. أنت كتقول لي أرا نديرو كوبي كولي نديرو 300 هاشتاغ باش نوصلو مليون، توصل مليار هاشتاغ من بعد. الهاشتاغ سي با لا ديموكراسي، ماشي ديمقراطية. هاشتاغ نو شونج با لوبينيون، أرا نعاودو انتخابات والله، ها هما مؤخرا دارو نعاودو انتخابات عدة أقاليم ونجحو 100%، ها مؤخرا هادي ميم با إن سومان، يلاه شي مجال الجهوية راه نجحو، نجحو الأحرار. دابا وليتو تقولو الزرقالات، الزرقالات من بكري كاينة في المغرب، كايناش غير الأحرار، كاينة على المغرب كامل وكاينة في العالم كامل. ها شوش وقع ما بين ترامب وبايدن، شوش وقع ما بين بوش واللي قبل منو، ها؟ حنا كنديروا واحد البتيتي فور صغيور باش ننشروا الوعي، باش المغرب يكون على بال على ان الجزائر دوله خبيثه وتتلاعب بالشعب المغربي وكتحرض الشعب المغربي، ما تقدرش تخرج فاس فاس. اداو اثمان باهظه باش يقتلوا الحسن الثاني وما قتلوش، الله يرحمه، قتلوا القضاء والقدر ديالو، وداروا المستحيل باش يحيدوا المملكه، المملكه باقيه صامده، لان على الاقل
الرجال الملكيين سون افيكاس فعالين، وجروا شباب كثير كراهية الحسن الثاني وتبني الشيوعية والشي جافارية وفيدل كاسترو. ولكن اليوم بنادم ولات عنده واحد السيفيزونس، واحد واحد الكوميل ديال النضج ديال باش كيحلل الحقيقة من المغالطات. الجزائر ما دارتش الخير في شعبها، الجزائر قتلت شعبها بحالها بحال بشار، هادو دي زامي ديال الشر ويتمادحوا بعضياتهم. بشار عندهم ملاك قتل الملايين، وجاب الروس يقتلو، جاب الروس، والروس اللي راهم في الجزائر حاضرين البوفوار حتى هما غيقتلوا الجزائريين. المغاربه ما يقتلوش الجزائريين، وجايبين لي واحد قال لهم دخلت بجنويه وقتلت 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 حرب الرمال. حرب الرمال دخلت في حرب الرمال كون راك دابا شحال كان عندك عام في حرب الرمال؟ كانت عندك 20 عام و 63 جايبين واحد باقي جون كيقول لك قتلت وانايا وكوموندوس ودخلنا وقتلنا المغاربه المخزن والمروك ودايرين به التيك توكات قيامه كيفتاخروا قتلوا المغاربه، واصلا هذا كيكذب لانه الا كانت عنده 24 ولا 22 اليوم ابخي 60 تكون عنده 86 هو ماشي هذا هو لاج، داك لاج اللي عنده راه هو عنده شي 50 عام وكيهضر على حرب الرمال. باش تعرفهم اغبياء، وحرب الرمال هاجموا على المغرب باش يقضيو غراضهم ويتنصروا جميع المعاهدات جميع جميع الوعود اللي داروا مع الحسن الثاني ومع باه، وفي الاخر رجعوا كاع الشعب كره المغرب. عمر شي جزائري جاب شي برنامج وقال لك فوالا المغرب ساعدنا، كاع الاشرطه ديال الاشرطه لي فيديو لي دوكيمونتير ديال الجزائريين اللي كاينين في المغرب اللي كانوا في المغرب كلهم فرنسيه واسبانيوليه، ما كان حتى شي شريط جزائري، حتى المغرب ما عندوش لي دوكيمونطاسيون ديال الجزائريين، فشي حاجه قليله عنده. اما لا فرنسا راه كتشوفوا لي فيديو دابا ولاو كيخرجوا للوجود، علموهم الخياطه، علموهم الطرز، علموهم التريكوتاج، علموهم السقلي، علموهم الموزونه، علموهم الطبخ، علموهم الحياه، وردوهم بشر. كانوا محقورين في مع الفرنساويين مع لي فرونسي، ودخلوا تخباو عندنا وتكونوا عندنا وقراو عندنا كلاو خبزنا وتنفسوا هوانا وقسموا معنا بيوتنا وفراشنا والاسرار ديالنا، وفي الاخر خرجوا قالوا حقرونا. هادشي اللي دايرين دابا في لي ريزو كيقول لهم المغاربه يستعمل الذباب، ماشي المغرب كيستعمل الذباب، علينا ذباب على سميتو هاد اليوتيوبر اللي عندنا كلهم ذباب. ناس بوحدهم كينوضوا كيدافعوا على بلادهم، عندهم ديك عندهم ديك كيما نقولوا الجرأه، وعندهم لي مويان باش يكومينيكيو مع لي ماروكان باش يعطيوهم ان الخطر كاين. المغرب اليوم خصو يتسلح، المغرب خصو التفوق العسكري، وتماشيا مع التفوق العسكري خصو التفوق الاقتصادي، وهاد زوج حوايج اش كيبغيو؟ كيبغيو الاستقرار الاجتماعي، لا ستابيليتي سوسيال. وشنو كيبغيو؟ التضحية الجماعية، لو ساكريفيس أو الاجتماعي، لو ساكريفيس سوسيال أو ماسيف، لازم يضحي، بلادك في خطر، ما كيقولوها لكش الملك وما كيقولهالكش الوزير، حنا اللي عايشين الواقع كنقولوها لك. الجزائر تبحث بشتى الوسائل لإسقاط الملكية، إلى يومنا هذا، ولا تهمها لا صحراء ولا والو، هي يعني بالملكية تأخذ كل شيء. هما عندهم لي زيكستريميست اللي كيقول لك خصنا بلادنا واصله حتى لفاس، سمعتي ولا عمرك سمعتيها؟ ايوا راك عندهم لي زيكستريميست كاين اللي يقول لك بلادنا ملويه وجده وفيقيك وزاكوره وزازات ومحامي الغزلان وشي وحدين واصلين حتى لفاس. ولكن حنا اللي كنهضروا اوني با بيي بور فير سا، اون نوفو با تر بيي، ما كنتخلصوش وما باغيش نتخلصو في هادشي اللي كنديرو وكنهضروا عليه، الا حنا باغيين غير الاحترام. داك السبان ما عندنا ما نديرو به، سمعتيني؟ انا خدمت في انتخابات، تجي تعاود لي انتخابات، خدمت انتخابات الاولين ديال عثمان ولا وزير اول، راني خدمت فيهم انايا دوبوي 80 كنخدم في انتخابات، كندير رئيس مكتب ورئيس مكتب رئيسي، ونعرف الانتخابات كيفاش كيدوزو، ونعرف التاريخ ديال الانتخابات ديال المغرب. ما تجي تقول لي الزرقاء وداك الشيء، فهمتي؟ الناس كيجربوا واحد الجروب
ما يخدمش كيبدلو قرب غادي كيبدلو كيطلقو إل ديفورس. جربوا الاشتراكيين، جربوا الاستقلاليين والدستوريين مجموعين كاملين والاغلبيه، من بعد باش يكون الاستقرار السياسي في البلاد والاستقرار الايديولوجي، وما يكونش تخلويض وما يكونش محاولات زعزعه استقرار البلاد. الحسن الثاني الله يرحمه دار الالترنونس، دار التناوب، والوزير الاول يتختار من الاغلبيه، دازوا اشتراكيين. شكون اللي حيعارضهم؟ كان شي اشتراكي يخرج فقير اللي دازوا في البرلمان، كان شي واحد خرج فقير، تعرفوا سميتهم كاملين، كاين شي واحد من الاشتراكيين اللي دازوا خرج فقير. بعديها الناس ما شافت ما كان حتى نتيجة ديمقراطية، الله يسهل عليهم. انا جو نسوي با كونت، اتونسيون، لعب لعوبك وحدي جيوبك، سمعتيني، جو نسوي با كونت. دخلوا الممارسة السياسية، والسياسة حتى هي راها كوميرس، اكزونيغي دامبو، ما تخلص لا ضريبة لا والو، كدبر على راسك. إذا كان عندك ضمير شوية راه غادي تخدم بلادك وتخدم المجتمع، ما كانش عندك شوية هاك وهاك، كان اللي يقضي هاك وهاك، قاضي الغرض. من بعد جاو الإسلاميين، وحنا راه كاع مسلمين، راه ماشي غير الفيس اللي مسلم، حنا كنا مسلمين، ولكن الحزب ديالهم البي جي دي ديالهم، الناس تاقوا، الجيري خلاتهم ترونكيل، الجيري أنا ليسي ترونكيل لي سوسياليست باسكو البونسي غيتآمروا معاها ويتعاملوا معاها، وخلات البي جي دي ترونكيل باسكو البونسي أترافيغ لا تركي تقدر دوميني المغرب تلعب سريات. ساعه ما صدقناهمش بالكيران وما صدقناهمش، ولكن اليوم جاو بالعله لان عارفين هذا السيد ملياردير، والحكومه اللي جايه معاه عندها فكر راسمالي ليبرالي، خص ترافاي بور غاني بحال لي زاميريكان، خصهم يحاربوه، لان عارفين المغرب الا تقوى اقتصاديا صلوا عليهم صلاه الجنازه. المغرب خصو يتقوى عسكريا، لا تكنولوجي ميليتير، لا تكنولوجي دو غار، اي اون باراليل لو بروغري ايكونوميك سوسيو ايكونوميك. لان المغرب راه باقي مهدد. انت كتقول لي راه جا رئيس الاركان ديال وجا وزير الحرب ديال اسرائيل، سي لو ماروك كي دوموند، راه ماشي هو جا قال لهم انا غادي نجي ولا لا، المغرب يجي تعاونوا معنا. كاين هناك، كاين هناك الناس اللي كيخافوا على هاد البلاد، هما جابوا لي فاغنر وجابوا الروس من شحال هادي وجابوا الايرانيين، حتى لمن غادي تجي على هادوك لي مانوفر اللي كديرهم الامريكان عندنا؟ علاش؟ بور دوني بور باسي لو ميساج بلي هاد لاتير الي بروتيجي، كاينه لي زيتازيني وكاينه اسرائيل، والمغرب عنده كونفونس في اسرائيل باسكو ان غروند بارتي من اللي مسيرين اسرائيل ومسيرين الكنيسات في الكونغرس مغاربه، ما نكروش اصلهم. المره جات قالت لك انا بنت دبدو يهوديه وكتبكي، اسمعني مزيان، قالت لك كنت كنجيب الماء في الحمار ونديه، ومشات للدار فين كانت ساكنه، وتفكر داك العذاب، ومشات تماك وقلبت عليها باش تصاوب داك الفيلاج كامل تبنيه وتقادو. هذه يهوديه مغربيه متشبته بالبلد، واحد اخر ربما كاع يقدر يكون مغربي يقول لك انا شفت هنا غير لا ميزير وغير كذا، يبقى يبكي ويشكي، وكاع اللي غادي يشدو الحنين ويعاون. ومشات فعلا، وهناك جماعه من اليهود اللي لاباس عليهم جمعوا وراه كيبنيو دابا، داروا بروجي باش يديروا خمسه ديال اكبر مركبات صحيه مستشفيات في المغرب، خمسه ما عرفتش بداو ولا مازال. اشهدوا الناس ني سون با انغرا لو دينيغرومو، العدم الاعتراف بالجميل ما كايناش عند اليهود، كاينه عند الجزائريين. حنا الجزائريين هزيناهم اكثر من اليهود، لان اليهود اونيتي اوبليجي سيتي دي ماروكان seulement la religion était juive. Par contre, les Algériens, c'était des Français qui attendaient à créer un État qui est le pays de l'Algérie. Et le Maghreb a aidé à faire une douleur. Quand Mohamed V, dans les Etats-Unis, qui a dit à l'AFLN, GPR, à l'AHWA, ou à l'Hassan II, qui a dit à l'AHWA, ou qui a dit à l'AHWA, le Mu'tamar islami, ou qui a dit à l'AHWA, le Mu'tamar islami, ou le Mu'tamar islami, ou le Mu'tamar islami, ils ont cédé, ou la pression internationale, ou d'ailleurs au référendum. بس قلت الجزائر است كيزون دي ميرسي او روا واش شكروه؟ عمرك سمعتيهم كيشكروا المغرب؟ اليهود كيشكروا، كيبكيو اليهود على محمد الخامس وكيبكيو على الحسن الثاني. وتجي تقول لي انت علاش كتقول لي اسرائيل؟ انا هذا هو اللي كنقول لك انا، فهمتي؟ وعاشر في اسرائيل اليهود مغاربه، انا عاشرتهم بزاف. يهودي كنقول ليه راه جاي عندي صاحبي من فرنسا، صحابي كيقول عندك فين يمشي؟ كنقول ليه غادي نديه للوطير، كيقول لي هاك لاكلي
avec l'appartement, là, le vélodrome, le chagatin, je suis très sérieux. Ou il dit, chauffe, le frigo, ils peuvent s'en servir. Alors, il dit, cool, je vous dis, Maghreb. Tu m'as tenu. On a acheté, ou qu'on a eu, qui est le Maghreb, ou qui est le Maghreb. On a mis en sourire. أوني كوماسياس باش يبيعوا زعما راسهم راهم ضد اليهود الصهيونيه بغا يرجع لبلادهم كونستانتين ما خلاوهش كيديروا السينما كيديروا السينما زعما حنا ضد اليهود على بوتفليقه وراه عندكم الفيديو ما عندكمش شكون المغربي اللي ما عندوش الفيديو ديال بوتفليقه كيهضر مع يهود باراك نهار مراسم جنازه الحسن الثاني الله يرحمه كيقول لي نحن في الخدمه وحاد راسو شادو يديه ما باغيش يطلقوا قارق عليه وكاين صلي يديه بارك والاخر باقي شادها ليه كيقول له يكون هاني يكون هاني غادي نحتاجوكم عيطوا عليهم اليهود كيعرفوا انهم مغاربه مرتبطين بالمغرب الجزائر شردت اليهود دات لهم الممتلكات ديالهم المقابر ديالهم يزون بروفاني لي طوم دي جويف هنا الجيري بناو فوق منهم البيدون فيلو السكن العشوائي عليك شنو نقولوا جبد لي دابا انا عندي خوالي دي زالجيريا تزادوا في المغرب زادوا في اللي نعقل عليهم زادوا في 1920-1923 زادوا في المغرب وقتاش استقلوا استقلوا 62 ها شحال من عام دازت عليها 62 زادوا في المغرب وباواتهم زادوا انا جدي زاد في المغرب مصلي الغوتي زاد في المغرب جدي ولادو المصلي زادوا في المغرب هادي زالجيريان كانوا دي فرونسي لان الوراق ديالهم باقين هنا في الحاله المدنيه كنجيب فيش انتيغرا ديالهم كنلقى سيجي فرونسي ما كايناش ناسيوتي الجيريان الوالده ديالي الله يرحمها كانت تيري لها لا فيش انتيغرا دي تا سيفيل سيجي فرونسي ما عندهاش الجيريان الى يومنا هذا وما درتش حكم خليتها فرونسيز سوني او ماروك باسكو الجيري نيكزيستي با و سيتي با دي ماروكان سيتي دي فرونسي اسكو الوالده ديالي انايا واخا خوتي ما بغاوش كيقولت هاد القضيه لان السر ديال العائله الوالده ديالي شدت الحبس على قبل قالت عشا الملك باتت ما صبحتش الوالده ديالي الجيريان تلمسانيه بور تلمسانيه لا فامي ميسلي سي ديال تلمسانيه مراه كبيره عندها الاولاد وعندها كلشي كنت انا خويا خوتي كنا حنا تسعه ديال الخوت مراه كبيره وداوها للحبس على قالت المغرب خير منكم وعاش مولاي الحسن كان حماق على المغرب داوها للحبس قلبوا عليها ما عطيتو لها جينا داوها قلنا كنقلبوا ما عرفناش فين كاينه تجاتنا الاخبار وكان واحد الجوج حتى هو مصلي قال لهم شنو هذا شنو كي ابري 8 جور ولا 10 ايام قال لهم شكون هذا المصلي اللي كاينه في لا ليست ديال هاد الناس اللي دوزوا في التريبينال دوها بلا محكمه بلا والو قال لهم جيبوها لي قال لهم جبتوها قال لك راه قال لها كتبغي الملك قال لهم سي نورمال انا براسي تزيدت في المغرب راه عندها لا نوستالجي للمغرب تبغي بلادها ومن تماك ويقول لك ضروري نرجعوا للمغرب ياك يا الجيريان وكافحت باش نرجعوا للمغرب دينا ضاربين ومحضيين وطردوا المغاربه شتي نهار اللي كانوا كيطردوا المغاربه وجدنا السيكان ديالنا حنا عارفين ما يخلوش دي وحول دينا غير ايه باش نلبسوا في الطريق واحد خويا مات الله يرحمه راه مشى في الساك ديالو الكوميسارية ورجعوه قال لي نتوما من لا فامي مسلم ما نزيرتوكمش ريفولي وخلاونا وحنا باغيين نمشيو بغينا نجيو مع لي ريفولي لي ماروكان في 75 وبخينا كنخطو من 75 واحد خويا في 75 داك النهار شد الطيارة شدها لا فرونس مطار سينيا وشافو بالباسبور شو دابا العنصرية شدو بالباسبور لاباف قال لي فونافي با لدروا دو كيتي لالجيري موزات ماروكان حنا كنطردوهم قال لي ما راكم طردوهم انا راني غادي مون بلان كرين قال لي لا ما تخرجش بالباسبور سكت خرج تلاح ورا الحدود سكت تلاح ورا الحدود وكان تماك واحد بريكسي ولد خالي الله يطول لي عمرو كي راه باقي حي لان شحال ما شفتوش محمد بريكسي هو اللي دخل ليه وزيفطو ركبو زيفطو لا فرونس كان هو في الايروبور خدام ولد خالي لان جداتي مزوجه بريكسي رجلها الاول بريكسي عائله الله يعمرها دار كلها مزيودين في المغرب وكي توفى البريكسي تزوجت ولد عمها اللي هو المصري ويموتوا على المغرب وتماك اللي يبغي المغرب ما عنده حياه يقتلوه والدليل ان بودياف مشى تما كيقاد البلاد بغى يحيد هاد قضيه فلسطين وبوليزاريو خرج واحد الكلمه اللي كتقال دابا على المغرب لالجيري دابور راه هو مولاها محمد بودياف الله يرحمه لالجيري دابور الا ايتي تي اساسيني اون بيبليك
علاش؟ باسكو بقى شاد العلاقه العائليه مع المغرب، وبغى يصلح المشكل ديال البوليزاريو، بغى يقاد المغرب ويتصالحوا ويتقادوا الامور، و المغرب والجزائر ما بقاش بيناتهم مشكل. كي بغاو يقتلوه كانوا يقدروا يقتلوه في الخفاء، تسمع به مات، قتلوه اون بيبليك دوفون توت لي تيليفزيون دي موند باش يبينوا لاي رئيس يجي من بعده ويحاول يربط علاقه موده ومحبه مع المغرب، هذا هو المصير ديالو. وكان لو ديرني ريسكابي من المعارضين ديال بومدين ديال بوخروبه كان ايت احمد. ايت احمد كان اكزيلي حتى هو، مات في الخارج، مات برا. والدليل على ان كلشي اللي عندهم علاقه ويبغوا المغرب ماتوا في الاكزيل، وهما كاتب مفدي زكريا اللي كان في المغرب، مفدي زكريا الكاتب النشير الوطني الجزائري مات في المنفى، كان منعو بوخروبه ما يدخلش للبلاد. مي صالي الحاج اللي هو من العائله ديال الوالده ديالي اللي كان عنده لو بارتي بوبيلار كان حسن من الافلام، وقالوا ما تندموا على فرنسا وتبقاو تقلبوا. الا ايتي انتردي باش يدخلوا، مرتو هي اللي صوبت الترابو ديال الجيري. ايميلي بيسكان ايميلي، اش كيقول لك 1 2 3 فيبا ايميلي، هي اللي صوبت الترابو. واسيدي كان ممنوع عليه يدخل الجزائر، منعوا بخروبه. هادو اللي صوبوا الجيري اللي كتبوا النشيد الوطني ممنوع عليهم. اي تحمد ممنوع عليه، كاع المعارضين تبعهم بخروبه وقتلهم. كيدويو على المغرب قال لك قتل بن بركه وفقير، انت باغي تقتلني حتى انا نقتلك، انا نقطعك طراف طراف، علاش باغي تقتلني وتزقني؟ نشدك نقطعك طراف طراف او مورسو ونديرك كباب وناكلك انا، ما نعطيكش للكلاب. باش تحاول تقتلني انا وتقتل لي ولادي وتقتل لي عائلتي، انا نشدك نقطعك طراف طراف. وسي سكي لا في الا تي كونداني باغ لا كور مارسيال ميليتار اللي بغاو يقتلوا الملك، هذا هو القانون، فهمتي؟ ماشي انقلاب سلمي، لان الحلم ديالهم كانوا يحيدون المملكات. شو الدول اللي تحيدوا منهم المملكات؟ ضربوا عليهم طله، شوفوا مصر، شوفوا ايران، شوفوا ليبيا، شوفوا سوريا، شوفوا ورجعوا الوقت اللي كانوا عندهم الملوك كيفاش كانوا دايرين، كانوا جنه. ايرانيين كيفاش كانوا دايرين؟ شادين سانتا مونيكا، شادين لي زون لي بلي شير لي بلي ريش في امريكان، قيمة وشان والآداب والصواب والثقافة والحضارة، والعراق كذلك، سوريا، ليبيا، بقات لهم غير المغرب، المغرب يديروا ليه يديروا ليه يحيدوا ليه المملكة. حنا كنهضروا هذا الشيء غير باش ولادنا ولي جان يعرفوا التاريخ ديالهم، غير بالضحك واللعب يعرفوا التاريخ ديالهم ويعطيو الأهمية للمملكة ديالهم. هما دابا كيتمناو موت الملك صاحبي، بحال الملك غادي يموت غتقادى تقادى المملكة. وتلقوا الدعايات على ان مولاي رشيد بغى يقتل محمد مولاي الحسن وكذا. مولاي رشيد هو بروبوزال خوه سيدي محمد، بروبوزاليه تسندوا هذوك اليوتيوبر الكذاب اللي بغاو يجيبوا لي فيو وكل شيء. هو بروبوزاليه قال لي ندير لك ولي العهد قبل ما يولد كاع، قال لي لا، قال لي انا نبقى كونسيي ديالك والرفيق ديالك. وقال لي سيدي محمد الله ينصرو، قال لي شوف انا على خطا تنبهني، سي تو بلي سي جو في اون فوت ولا عيق ولا درت شي حاجه فيقني. وكي تزاد ولده هو اللي قال له ولدك دير سيكسيسيون لولدك باش يبقى لا جوناس مضمونه ديال الاخر. وبرك الدعايات وقال لك حقا واحد الصحافه باش ياخذ المصداقيه، يقول لك صحافه اسرائيليه كاين جاك شي اي ريان دو تو سا، ردوه مات ردوه كذا. المرض راه ضروري والموت ضروريه، الا مات الملكة في المملكه راه كاين لا سيكسيسيون تدخل، مات الملك عشان الملك. غير مؤخرا قال لك الملك اختفى، راه بان واقيلا غير الشبيه ديالو هو يهضر مع القجاع ومع المدرب، قال لا غير شي واحد اخر هضر. خويا شحال التخربيق وشحال الروينه، تلقى واحد يجي يقول لك كي تهضر لي تقول لي اودي ايفيتي هذا الشيء ديال راه ما بيهمش وما اخنوش. كي اخنوش غير بينك انت بوحدك فكر، لا اخنوش دابا بوك رواي راه جاب معاه حتى هو المصباح السحري وغادي يفك كاع المشاكل. سيت ان بريمي مينيست جا واحد الوقت صعيب بزاف اي واحد، مازال هو راه اون دافير فهمتي. وتصور دابا اخنوش يحيد كاع لي زاكسيون ديالو، هادشي ديال المازوط وشي يحيد كامل ويبيعهم ولا يديسبارسيهم ولا يليمينيهم ويعطي لواحد اخرين ويتلاعبوا بيك، تولي تمشي للستاسيون ما تلقاش المازوط. كندير معاك سيريوزمون، انا نعرف القيمه ديال الباترونه سمعتي، تمشي تقلب على الحليب سونتراليتير ما كاش حليب، الفلاحه ما بقاتش الصادرات لان هو مول البروغرام هو تابع للسياسه الملكيه.
برنامج الاخضر راه طبقوا وراه نجح، راه الخضر راه الفواكه والخضر المغربيه غزات العالم. انت فين عمرك كنتي كتخيل واحد النهار المغرب يصدر الدجاج والبيض لاوروبا؟ في الجزائر راه ما عندناش الدجاج والبيض، راه كياكلوا الرجلين ديال 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 الدجاج، الرجلين اللي حنا الكلاب اللي عطيتي الكلب الرجلين ديال الدجاج تمشي للحبس، تيقول لك حنا فقراء. فين عمري تصورت الاسبان هاد التعارض؟ قلت لهم علاش دخلوا المغرب تاخذوا من عنده البيض والدجاج؟ يا كيفاش؟ كاسكو سا فو دير؟ كنا زافون اون بوليتيك غيسي. واحد يقول لك لا خصنا نديروا القمح والشعير، بيان سير نديروا القمح والشعير، حنا قربنا نوصلوا اكتفاء الذاتي في القمح والشعير، حنا قربنا، ولكن هذوك المواد راه كيجيبوا لنا الدوفيز، حنا محتاجين الدوفيز، عندنا غير الجاليه المغربيه كتدخل الدوفيز، ولكن خصنا التجاره اللي تجيب لنا الدوفيز. درنا طونجيتاك، درنا سينيوفار، درنا حنا دارين ان كرون بروغرام مع لاشين بور بليزيور فيل اندستريال، حنا خدامين. المغرب راه عنده ديزانسيسيون، راه خدام. المغرب ولا نتوما ما كتيقولوش دابا وزير الصناعه مين يقول لكم صوبنا سياره كهربائيه، صوبنا الطوبيسات، صوبنا الهيكل كامل ديال ايربوس، ديال صوبنا كذا وصوب، راه كاين داكشي راه فري. حنا راه ما كاين، حنا في المغرب راه ما فيش لا بروبوغوندا ديال الشيوعيين. المغرب راه خدام، الفقر كاين بارتو. كتقول لي واش كنظن عندنا هاد الاسعار ما تاثرش؟ بيان سير حتى انا ما باغيش هاد الاسعار، بيان سير ما كنفكرش غير في راسي، فكرت انا في لافونير ديال وليداتي، العائله، فكرت انا خصني كلشي العالم كامل خصو يكون بخير. مون برانسيب دو باز انا نشوف كلشي بخير، ما نلقاش شي واحد كيبكي ويشكي. اما باش تجيب لي وحده بحال هذيك اللي كانت المره اخرى خوات على راسها الزيت، جبت وحده اخرى دابا وكتبكي ما لقينا ما ناكلو نص لتر زيت دوزت بيه 10 ايام، ما راه كان ديك التمصريح، باركه باينه ان فيديو مونتي مصوبه بالكلام باش توزعوها عبر العالم باش تشوهوا زعما المغرب. هذه خدمه ديال القراقيرو، خدمه ديال لا بروباغوند، اي سون تران دو سيرفيغ لينمي دي ماروك. يعطيوه المواد الدسمه باش يدير لك شريطه ويروجها عبر العالم. الجزائر بكري انا كنستعرف اليوتيوبر اللي خدموا على المغرب بينوا الصوره ديالو، كنستعرف الرياضيين اللي بينوا الصوره ديال المغرب، وكنستعرف لي زون دافير اللي بينوا الصوره ديال المغرب. بكري كنت كنمشي لونغ، سول الناس اللي عايشين في لونجليتير، اللي عايشين في فرنسا، اللي عايشين في بلجيك، بكري يا فانتو كنت تقول المغرب لو ماروك كيربطوه بكري في اوروبا، كتقول لو ماروك نقول لك لا هاش بروستيتيسيون، ايوا اوروبيان بيدوفيلي. علاش؟ لان هذيك الدعايه كان مروج لها بوخروبه والنظام ديال بوخروبه، كيجيبوا دحاديح وكيروجوا على ان المغرب ما فيه والو، فيه غير لابيدوفيلي ولا بروستيتي الدعاره وهكذا والحشيش والديكتاتورية. بلاد كيقولوا ليه الحسن الثاني باللغه العربيه اكثر من اقطاعي، الجباروت. بعد الزعماء ديال العرب كيدوزوا في الاعلام كيقولوا الجباروت، روجوا هذيك القضيه الجباروت في اوروبا. كنت كتسمع المغرب الاوروبي كيبورش لك انا اجوردي تقول لي المغرب يقول لك الماروك بوبي كذا كذا، ما بقاش يربطوا داك الشيء. علاش؟ لان عبر الناس لي زون دافير الرياضيين بحال عويطه بحال قروش بحال نوال المتوكل فاطمه عوام، السينمائيين كذلك لي زارتيست لي يوتيوبر لي زاكتيفيست لي زوسو بينوا المغرب، بينوا المغرب وجلبوا السياح وشافوا المغرب كي داير. هناك واحد الموجه مضاده لهاد الناس اللي كتبين المغرب خايب، بحال مهداوي بحال منيب، هذا نقولها في وجههم، معارضين وكيعطيو الصوره كيبينوا المغرب راه كاين القهرمه لا قيمه تاكل، ماشي كي يمشيو شويه. كاين حوايج زوينين في المغرب عباد الله، واش المغرب كله خايب؟ واش المغرب كله جيعان؟ الناس راه قلت لك راه حتى كتشوف لي فيديو ديالهم كيجيو كيقول لك ما خصك تفيق مع السبعه ديال الصباح الا عندك الزهر، كاين اللي كيفيق مع اربعه الصباح بيدير لاكو على الحليب، ياك كتقولوا اخنا شكون اللي شاد الحليب والجمعيات؟ عمر الحليب تقطع في المغرب، داروا ما عرفت كيديروا لها، داروا واحد لومبارغو على السلعه ديالو باش ما يشريوهاش المغاربه، حاربوها. واش دار فايت؟ هادو حملات كيجيو من الجزائر، الجزائر تحاربنا بشعبنا بولادنا. راه نقول لكم 100 مره كاع المعارضه اللي كانت في الجزائر مونها الجزائر، وكاع الشوهه اللي كانت كتقال على المغرب الجزائر اللي مونها، جميع كتب الدعايه على الملك على القصور الجزائر اللي مونها،
والدحاديح كلهم موناهم الجزائر. الجزائر مونت اذاعات، مونت صحافات، مونت ممثلين، مونت رياضيين، مولتهم مولتهم بور فيغ دي مال ميدياتيكمون او ماروك. ولكن المغربي على نيته كيتيق بالجزائر، ولكن بالخدمه ديالو والعمل ديالو والصفا ديالو والجاليه ما نساوهاش، الجاليه المغربيه عطات احسن صوره على المغاربه. كيشوفوها كتخدم، ما كتشفر، ما كيجريسيو، ما كيسكواطيو، ما كيديرو والو. باركود كنشوفو دو لوطر كوتي البلاد اللي فيها البترول والغاز، الشعب شفار، شعب قمار، ديلر بلا دروك، يسكواطي الديور، يبات تحت القناطر، يركب في الترانات والكيران باش يخون السيكان ويخون الجيب. الناس بدات كتعرف، كيشوفو لا ديفيرونس اليوم. كتقول ليه ماروكان حتى ولاو هما كيقولو حنا مغاربه، هما الجيريان. العيالات ديالهم اللي خارجين السكه كيقولو حنا مغربيات، باسكو لي لو ماروك كسب الثقه وكسب الاحترام، لادميراسيون دو لينيفير، احترموه غراس او ماروك بيان سور. افريقيا دابا اللي جات معك 26 دوله، هاد الدول اللي قلبتيهم كتلقى فيها مستثمرين مغاربه. قال لك القنصليات وهميه، عندي صحابي هنا كاينين في طوغو، كاينين في الكابون، كاينين في لاكيني، كاينين في النيجر، في نيجيريا، دي زون دافير كاين شي كيشطر فيها 50 قطار 60 قطار كيدير فيها الفلاحه، كيعيط لو سي بي كيجهزو كيركبو ليه الاسم تما داك المواد ديال لافيرتيليزاسيون ديال تخصيب الارض، ويديرو تماك وخدامين وكيصدرو السلعه من تماك من السينيغال من كلشي. المغاربه خلقوا مناصب شغل ونوضوا واحد الرواج في افريقيا، داخل افريقيا ابناك مغربيه، دي زاجون دو سو مغربيه، كلشي مغربي ديال غير دخلوا افريقيا بالعمل، ماشي بالتدويره نحيد عليك الدين ديالك واعترف ليا بالبوليزاريو، بالعمل. وهاد المغاربه اللي خدموا بالعمل ما يخسروهمش، ما يمشيش واحد هنا بارك شاد فيسبوك ويخسر الجهد ديال الناس اللي خدامين اللي كيبينوا المغرب بخير على خير. واحد يقلب على مرا ان كا اينيك ان كا ايزوني كيقول لها قولي راكي ميته بالشر وراه نص ليترو ديال الزيت وغلا وتبكي، قتلنا وشفرونا والبراني. شكون شفرك اختي وشكون داك؟ شوف على حق راه جايين اليهود يشفرونا ويديولنا كلشي، شكون دارك شي حاجه من دارك؟ شكون دارك شي حاجه؟ دابا كيهضروا كتجيب لهم الشفره سهله، جاو شفروا البلاد، اش شفروا في البلاد؟ انت اش الدوله كاش انت خدام كتاخد الصالير ديالك وشنو خونولك؟ انت ما خدامش وسير تخدم، وماشي ضروري تخدم في الدرب ديالكم. حد الفلوس البدوز، داك البدوز اللي كيكون حدا الدار في العروبيه يدور تماك الفلوسات اللي فيه، ها المزير. خرج انت باغي تزوج حدا داركم حدا امك وتخدم حدا امك وحد باك وتولد حدا امك وباك وتجي عندك وتجي هنا وتسكن غير في الدرب. علاش ما تغامرش تطلع لكازا، تطلع لطنجة، تطلع للداخلة؟ الداخلة ما فيهاش خدمة، فيرما خدامة خدامين فيها، فيرما نعرفها ديال واحد الصادي خدامة فيها 1400 افريكان، حنا افريكا ولكن 1400 افريكان سينيغاليين اغلبية، فيرما وحدة 1400. ياك شتي نهار كاليفة السينيغال لاكوب ديمون شحال خرجوا، وشتي شحال اللي داو لاكوب دافريك شحال خرجوا في الصحراء المغربية، انكرويابل. لقاو الخدمة، علاش المغربي ما يمشيش يخدم تماك؟ حتى هو يكون يد عاملة منتجة، ولا خاصو كيما با خدا دار كانت عندو براكة، حتى هو خاصو يستافد مع الدولة ياخد دار وياخد خدمة ولا ياخد كريمة. علاش فلان عندو فلان عندو؟ إلا أنا بركت مع ناس كيفهمو تلقى وقت ما يوريولي في الدار البيضاء شحال المشاريع اجتماعية. كنقول لك اودي جيتي تشوف راه غير لي سونتر فيل وهاد البني الجديد هو اللي مشي لاخر كلشي مشاريع اجتماعيه. المغرب عطا الدوله عطات السكن للناس ديال الكريه، لا في مبروكه، لا في مبروكه، لا في برنوسي، لا في سيدي معروف، لا في سيدي مؤمن، لا في الحي المحمدي، لا في الهراويين، لا في سيدي عثمان، لا في بن مسيك، لا في عين الشق. الدوله عطات الاراضي وعطات السكن. على دابا حنا دوله ليبراليه مفروض تعطي السكن، حنا ماشي ما كنكذبوش، حنا ماشي دولة شيوعية ونقول كلشي بحال بحال، تعطي لأن المغرب كيبغي يشوف الشعب ديالو عايش بخير، على الأقل لو مينيموم فيتال، لو مينيموم فيتال، ولكن الناس ما كيعترفوش بهذا الشيء، وباغيين ديما ياخذوا، وتجي تدخل عندي تقول لي أخ جبان لك غير أخ النوش، أنا تصور ما كانش كان واحد آخر بلاصة أخ النوش، ما غاديش نقول لك أودي خليه يكمل العام ديالو، راه واش نتا عارف دابا سول على خص تعلمو كونسينيفو تفقهو شويه.
شركه كتخدم بالعام، كدير البينو من العام للعام، بيغ تي بروفي، واش ربحت ولا خسرت. كذلك الدوله كتخدم بالعام، لاني بيجيتير كتبدا لو 1 جانفي وكتكمل 31 ديسمبر. كنشوفوا الدوله اشنو دارت هذا العام، لان الدوله اي وزير يجي خاصو يحط لنا ان بلان كانكينال واحد، عبر الاغلبيه كان كيبقاش داك تخينال وبينا 5 سنين، نشوفوا هذاك العام اش مطروش قداها في داك البلان ديال 5 سنين، محاربه الفقر، الهشاشه، التطرف، كذا، البنيه، الصناعه، كنشوفوا شنو دار في هذاك البيجي، كنشوفوا اشنو دار اترافيغ لو بيجي، سواء لو كونتر كيف بالنسبه للداخليه، المقاطعات، كلشي كيسميوها الحساب الاداري، لو كونت ادمينستراتيف، وبالنسبه للماليه كيسميوها لو كونت جيستيون، اللي كيفيريفي هذاك لو كونت ادمينستراتيف، اللي يكون متماشي مع الكونت جيستيون، لان كاين مراقبه، كاين لو سي دي، اي حاجه كيديروها ديرها شي دوله كاين كونترول ديالها المالي، راه ما كاين السيبه في البلاد، عندنا مؤسسات عباد الله راه فهموا هذه القضيه. واحد يقول لك اخنوش خون كلشي، راه ما يمكنش، ربما عنده لاماج بينيفيسيال كبيره، هي متفق معاك، ربما يربح بزاف، ولكن باش يخون لا. هذه قضيه ارحل، قلت لكم انا ما قلتلكمش انا مع اخر، قلت لكم قولوا ليه القى الحل، تروف نو لا سوليسيون، القى الحل. الحل كاين مستشارين، كاين مع الناس اللي كيعرفوا دي كونسي ايكونوميك كيما كنوع ديالهم، يستشر معاهم ويساكريفيو شويه من الميزانيه ديال الدوله ويصوفيو الناس اللي فقراء، ويصوفيو الناس اللي ما قدروش السالير ديالهم ولا انسيفيزون باش يعيشوا ترونكيل. اما باش التهديد وتجيب الصور وتجيب واحد يدير فيديو يبكي يقول لك راه عايشين في المجاعه، وديروا في لي تيك توك ودير معاه الهاشتاغ وتعطيه للجزائر باش تحاربك به، كتريب بلادك. انت راك في حرب فعليه، لان لو كان ما كانش عندك لي درون وما كانش عندك الجدار الامني وما كانش عندك القوات المسلحه الملكيه اللي خصنا نحيوها، كرام دخلوا عندك، وراك في حرب اعلاميه يوميا دعايه ضدك، الاعلام ديالهم كله مسخر ضد الملك وضد المغرب، حرب اقتصاديه فين ما مشى المغرب دار شي بروجي كيمشيو يخسروه ليه، فهمت، وحرب نفسيه فين ما المغرب كان شي بلايصه كيمشيو يصابوطيوها، مشاو ليه للعرجاء، ها هو ربي جاب لهم سد قدوسه، وقف لهم سد البرجه، سد جرف التربه، وجايين 16 باراج جايين في الطريق، حتى في النعيمه وجراده غيكونوا باراجات. انت كتشوف بلاد دايره عليك حرب وساكنه مع من حشرنا الله، وكتجي تقول لي انايا سمح لي، هما راه هما كيقول لك الميزيريه وتحيه الجزائر، الميزيريه وتحيه الجزائر، كيغنيوها، وانت جاي تعاير بلادك وتعاير كذا، اش غتصور داك المليار ديالك؟ شويه ديال الريسبي. تقول لي يا اخي نوش، انا رايي ديالي قلت لك بلدي الثاني ماشي هو الجزائر، راه هي اسرائيل، لان هي اللي اقترحت المساعده للمغرب، وهي اللي كاين امريكا بيان سور، ولكن اسرائيل والله العظيم المغرب كون ما دارش لاكور دابراهام باش رجعنا خدينا الكركارات ورجعنا الفوفير ديال الكركارات، حتى واحد ما عندهم، ماشي المغرب دابا ما خصوش يتسنى الامم المتحده ولا الاتحاد الافريقي، الصحراء المغربيه صحه بغيتي ولا كرهتي، كولوها الامم المتحده وديم السوره كولوه، والاتحاد الافريقي كولوه، صحه بالقوه ديالنا، ترمينيس 40 مليون مغربي كيقول الصحراء المغربيه فيني، اوكي، تبارك الله عليكم، على بروشين فيديو، هادشي اللي كنقول لكم. اما اللي كيقول لي يا اخي نوش بغي زعما يسكتني باش ما نجيش ندوي، اسمح لي، واحد الوزير صوتوا عليه 2 مليون ديال المغاربه، الديمقراطيه هي اللي تحيدو، ماشي هاشتاغ ديال الجزائر. تقوليش دير ليش دير لي هاشتاغ، قولي انا راه مغربي داير هاشتاغ، جو سي كو درتي هاشتاغ، مي ليدي اي الجيريان، الفتنة ينوضوها بيني بينك، انا نقول ما كاينش الهاشتاغ وانت تقول كاين الهاشتاغ، ولا الناخبين ناضوا دابا بغاو يديروا سحب الثقة منه، كاين اللي استار الله يعاونهم، اما باش تقول لي انا نتبع الجزائريين ونحيد الوزير الاول اللي خالعهم مخلوعين منه مرعودين منه، لانه ولد لي زافار ولد الباكية باغي المغرب يردو حتى هو من الدول الغنية كيخدم عليه، لان راه ما حطوا الحسن الثاني وبنت محمد الله يرحم الحسن الثاني محمد السادس وعزلوا من الاغلبيه حتى عارف القيمه ديالو، ليكسبيريونس ديالو ينفع بها البلاد، اوكي، ماشي خيرنا يمشي لغيرنا. تبارك الله عليكم، ونعاود نقولها لك، كازا تازا قبل من غزه، وبني مسكين قبل من فلسطين، ولكن انا ما عندي حتى شي حاجه ضد الفلسطينيين، شكون هالك على القضيه، وبلد الثاني هو اسرائيل. تقول لي كنت كنحترمك وقلتي لي الهضره، ما تحترمنيش، صافي، قالها تحترمني، إسرائيل
جات تقدم جميع المساعدات من المغرب الماديه والمعنويه الاقتصاديه والعسكريه ترمينيس وهما ولاد البلاد في منانتي قولي لي شي بلاد فرنسا عامله ديال الجزائر محافظه على الجزائر اسبانيا الشك موريتانيا ضعيفه بابي جينيك تونس تباعت للجزائر ليبيا هشه فين هو فين في من غنتيق في من دابا البرتغال جات مع المغرب شتي محدك انت مع اسرائيل ومحد كاع دوك شو كلهم غادي يطيحوا للمغرب اوروبا كلها غادي يجي للمغرب دابا راه يطيحوا واحد ورا واحد المانيا هولندا البرتغال الاسبان لا فرنسا غاديه اوروبا الشرقيه تقريبا كامله يلاه وافريقيا حتى هي غتجي المغرب غادي ياخذ النصاب القانوني غادي يجري على بوليزاريو من الاتحاد الافريقي ودابا فرض الامر الواقع راه قوم القوة المغرب ماشي بالامم المتحده والاتحاد الافريقي باش راه شاد الصحراء ديالو اللي هي ديالو راه شادو بالقوه بالتفوق العسكري والتفوق الاقتصادي والمغرب غادي رغم الحرب ما بيناش على المغرب حرب حرب مفروضه على المغرب الله يهديكم الله يهديكم واش المغرب باش محافظ على ديك المساحه قدها قداش واش كاين واحد الجنون كيحليوها لا تقول لي انا اخنوش انا ما عرف لا اخنوش راه مهاروش كنعرف المغرب المصلحه العامه ديال المغرب هناك ديمقراطيه اللي جاب الصندوق يخرج بالصندوق تبارك الله عليكم ماشي كنقولها لكم بقات تسبني وتعيرني حتى في الصباح تبارك الله عليكم.